ما أجمله قلب يحمل هم أخي، في العسر له يسر، في الحزن يواسي. كن عونا للناس دوما، تنادينا خواطرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا. معكم المهندس مصطفى فتحي، اي دبليو اس اركتكت وتكنيكال ليد في شركة الالكترونيات المتقدمة. ان شاء الله النهارده هنتكلم زي ما الباشمهندس مصطفى ما قال، ان احنا هنتكلم عن الكلاود سوليوشنز. هندي انتروداكشن عامة عن الكلاود كومبيوتنج، وخاصة اي دبليو اس، وازاي اي دبليو اس بتحقق الكلاود كومبيوتنج فيتشرز، وازاي تقدر تنافس مع السوليوشنز المقابلة اللي هي الاون بريمسز. فان شاء الله حابب بس اعرف يعني هل في حد مثلا دخل في المجال ده قبل كده، سواء على اي دبليو اس او اي بروفايدر تاني زي ازيور مثلا، او حتى في هنا اللي اعرفه في بعض البروفايدرز لوكال بروفايدرز زي اس تي سي او موبايل، ففي حد من الحاضرين دخل؟ اشتغلت هيجو. هل دي كانت انفراستراكشر از سيرفيس ولا بلاتفورم ولا سوفت وير؟ بتهوست عليه. بتهوست عليه؟ بس يعني وفي طبعا هنفرق اثناء المحاضره ما بين حاجتين، ما بين في حد بيقدر يعمل هوستنج بس، وحد بيقدم كلاود سوليوشن، وايه الفرق ما بين الاثنين. تمام. ان شاء الله النهارده هنبدا بانتروداكشن عامه عن الكلاود كومبيوتنج. ايه هو الكلاود كومبيوتنج؟ الترم ده بالظبط ظهر امتى؟ لان هو في بعض الناس بتظن ان هو جديد، في حين ان هو فعلا كمصطلح جديد، ولكن الحاجات المندرجه تحتيه موجوده من زمان جدا. هنتكلم عن الكاركترستكس والديبلويمنت مودلز والسيرفيس بروفايدنج مودلز. هنركز النهارده على الانفراستراكشر از سيرفيس. تمام. لان دي البدايه بتاعت اي دبليو اس، كانت هي بتقدم انفراستراكشر سوليوشنز. طبعا هنعرف من النقطه اللي قبلها ايه الفرق ما بين الانفراستراكشر والبلاتفورم والسوفت وير از سيرفيس. تمام. الفرق ما بين الانفراستراكشر از سيرفيس والاون بريمسز، اللي هي حاليا معظم المؤسسات المفروض ان هي بيبقى عندها الاون بريمسز، طبعا مقصود بيها ان كل مؤسسه بيبقى عندها الداتا سنتر بتاعها وبتقسط الشغل بتاعها عليه. فهنقدر نشوف نفرق ما بين الانفراستراكشر از سيرفيس، امتى نستخدم، يعني امتى ده يكون فعلا مفيد بالنسبه لي كمؤسسه، وامتى لا، ان انا احافظ على الاون بريمسز بتاعي ما اتوجهش في حته الانفراستراكشر. هنشوف برضو ليه اي دبليو اس تحديدا. طبعا في بروفايدرز كتير زي ما انا قلت، هنشوف لسته منهم، وهنتكلم ليه اي دبليو اس تحديدا اللي هنتكلم عليها النهارده. طيب في طبعا في الكلاود بورنت في حاجه اسمها شيرد ريسبونسبيلتي، بمعنى ان مش كل انسان هيحط الشغل بتاعه عند كلاود بروفايدر يبقى الكلاود بروفايدر دوت هو المسؤول بالمسؤوليه كامله. هنشوف برضو ايه الريسبونسبيلتيز اللي على الاند يوزر، وايه الريسبونسبيلتيز اللي على البروفايدر. تمام. وهنتكلم على حاجات خاصه بالاي دبليو اس من ناحيه الريجستريشن، وايه اللي بتقدمه اول ما تريجستر وتعمل اكونت على اي دبليو اس، ايه الفيتشرز اللي هتاخدها سواء مجانا او يعني. هنتكلم برضو على الكور كومبوننتس بتاع اي دبليو اس والبرايسنج موديل بتاعها. وان شاء الله يعني اتمنى ان شاء الله يكون في وقت النهارده ان احنا نقدر نبريزنت ديمو على بعض الفيتشرز اللي موجوده في اي دبليو اس. هنركز طبعا على الحاجات المهمه اللي هي معظم الناس بتستخدمها. اي دبليو اس فيها سيرفيسز كتيره جدا، وصعب جدا حتى تلاقي شخص واحد او اركتكت او ديفلوبر استخدم كل الفيتشرز اللي فيها. تمام. فاحنا هنغطي النهارده، هنحاول نغطي ان شاء الله الفيتشرز الاساسيه اللي معظم الناس بتحتاجها.
زي ما احنا شايفين في اثنين ديفينيشنز والاثنين يعني هو نفس المعنى تقريبا، بس ده ابسط شويه. ده الريفرنس او الريفرنس كلاود هي اي دبليو اس. الكلاود كومبيوتنج از ذا اون ديماند ديليفري اوف كومبيوت باور database storage application and other IT resources. طيب ده معناه ايه؟ ان انا ممكن ببساطه جدا ان انا ما عنديش داتا سنتر، ما عنديش نتورك، ما عنديش كمبيوتر اساسا او نتورك في الشركه بتاعتي، وفي نفس الوقت ان انا اقدر اقوم داتا سنتر كامل، او ان انا يعني احط البيزنس بتاعي عند بروفايدر معين يقدر يخلي البيزنس بتاعي رانينج او اونلاين. فبالتالي سواء انا هستخدم السوفت وير از سيرفيس، ان انا مثلا هستخدم حاجه زي اونلاين سي ار ام سوليوشن، او ان انا هشتغل انفراستراكشر هحتاج سيرفر هديبلوي عليه كاستم ابلكيشن انا عامله. ففي الحاله دي انا مش بملك لا انفراستراكشر ولا نتورك كونفيجريشنز ولا اي حاجه من الحاجات دي. تمام، بروفايدرز انا بسجل معاهم، سواء بديله الابلكيشن بتاعي يعمل له ران، او ان انا بستخدم السوليوشن بتاعه وبعمل فيه بعض الكستمايزيشن. دي امثله على او عشان توضح يعني ايه كلاود كومبيوتنج. تمام، من الديفينيشن ده هنلاقي ان في حاجات كتيره جدا ممكن نصنفها از كلاود كومبيوتنج سوليوشن من قبل ما يظهر الترم ده. زي مثلا الايميل، الايميل ده يعتبر كانه سوفت وير بيقدم لي فانكشناليتي معينه انا بقدر استخدمها، بعملها كونفيجريشن. فبالتالي وكل ده انا ما عنديش اصلا الانفراستراكشر ولا البلاتفورم ولا عندي سوفت وير نفسه. تمام، بينما البروفايدر سواء جيميل او هوت ميل او وات ايفر اوتلوك هم اللي عندهم السيرفيس، هم اللي عندهم الانفراستراكشر، وهم اللي بيتيك كير بكل حاجه، وانا بس بقدر اكستمايز فيها حاجات بسيطه او كونفيجر عشان الماتش الريكوايرمنت بتاعتي. طيب عشان اقول ان انا عندي كلاود كومبيوتنج لازم يكون متحقق كذا حاجه. تمام، يعني مش اي بروفايدر بيقدم اونلاين سيرفيس ان هو ياخد الابلكيشن ويعمل له ران عنده ده بيقول ان انا عندي كلاود كومبيوتنج. طيب ايه الكاركترستكس الاساسيه؟ اون ديماند سيلف سيرفيس، بمعنى ايه؟ ان انا از اند يوزر اقدر عن طريق انترفيس او كونسل معين البروفايدر بيديهولي اقدر ان انا اريكوست الريسورسز اللي انا محتاجها. مش محتاج ان انا اكلم حد في التليفون مثلا واقول له لو سمحت انا محتاج سيرفر بالمواصفات الفلانيه، او محتاج اعمل الكونفجريشن الفلانيه. مفيش اي هيومن انتر اكشن هنا من ناحيه البروفايدر، كل من خلال الكونسل انا بقدر ادخل عليه اقدر اريكوست ببارامترز معينه ريسورس من نوع معين، سواء كومبيوت ريسورس اللي هو اي سي 2 انستنس اللي هو زي فيرتشوال ماشين، او ستورج زي حاجه زي دروب بوكس مثلا اللي تعتبر كلاود سيرفيس للستورج. فمفيش هنا اي هيومن انتر اكشن من ناحيه السيرفيس بروفايدر نفسه. رود نتورك اكسس معناها ان انا اقدر اكسس الفيتشرز دي كلها، واقدر اتحكم في الريسورسز اللي انا اخدتها من خلال الانترنت، سواء عن طريق موبايل ابلكيشن او عن طريق ويب بيج وات ايفر. الفيتشرز دي كلها بقدر انا اوفرها من خلال الكونسل اللي هو من خلال زي ما قلنا من خلال الانترنت، من خلال النتورك بشكل عام، واقدر ان انا اتحكم فيه. بولينج مقصود بيها هنا ان الريسورسز اقدر اطلبها او اعمل لها ريليز في اي وقت. مفيش ليميت معين على كميه الريسورسز اللي انا اقدر اطلبها. ممكن اطلب مثلا خمس سيرفرات، ما ينفعش البروفايدر يجي يقول لي لا والله انا الداتا سنتر عندي حاليا ما يستحملش، انا ممكن اديك اربعه بس. تمام، او ان انا محتاج مثلا اقوم ابلكيشن محتاج ستورج 300 جيجا، لا بيقول لي لا والله انا عندي فري سبيس مثلا 200 بس. لا ما ينفعش، دي مش مقبوله. المفروض ان انا اقدر دايما اكونسيوم الريسورسز على حسب احتياجاتي، وفي نفس الوقت اقدر اريليز الريسورسز برضه واتحاسب على الاستهلاك بتاعي. رابط الليستسي المقصود بيها الفريم ورك او السيرفيس اللي بيقدمها لي البروفايدر تقدر
او انا ممكن اتحكم في نمو الريسورسز بتاعي، مش ليميتد على حاجه معينه. في بعض الحاجات بتبقى مانوال او حاجات بتبقى اوتوميتد. بمعنى ايه؟ انا عندي مثلا بدات ابلكيشن جديد وحطيته وبتوقع ان الماركت بتاعه ينمو نمو سريع جدا، تمام؟ فانا مش مطلوب مني ان انا كل شويه اخش ازود سيرفر جديد، لا، ممكن البلاتفورم نفسه اوتوماتيك سكيل اب او سكيل داون على حسب ماتريكس معينه او على حسب كونديشنز معينه انا بحطها له، فبالتالي يقدر يرسبوند بطريقه سريعه عشان يميت اللود ديماند اللي جاي على السيرفر او على الابلكيشن. طيب ميجر سيرفيس مقصود بيها ان انا اقدر اكونترول ومونيتور واشوف الكوست بالظبط ايه، يعني وده بيبقى ترانسبيرنت بالنسبه للاثنين، بالنسبه للسيرفيس بروفايدر اللي هو اذا امازون او ان هو مايكروسوفت، وبالنسبه لي انا اقدر اشوف الريسورسز اللي انا بستخدمها هل هي هيلثي ولا لا، في اي هاي سي بي يو يوتيلايزيشن، الميموري مستهلكه ولا لا، كل الكلام ده بيكون واضح قدامي من خلال ماتريكس او من خلال ماركت بلايس. اول حاجه عندنا اللي هي السوفت وير از ا سيرفيس، ودي من الديفينيشن بتاعها زي ما احنا شايفين الكونسيومر او اليوزر في الاخر بيقدر بس يكونفيجر او يكستمايز في الابلكيشن اللي موجود. حاجه زي كده ايه؟ زي مثلا ما انا اقول ان انا عايز اعمل ايميل سيرفيس في الشركه بتاعتي، فانا عندي اوبشن من الاثنين، يا اما ان انا اجيب سيرفر او سيرفر واخد الهيدر بتاع ان انا انستول عليه مثلا سيرفر للايميل والفاير وول وكل الكونفجريشن الخاصه بيه وست اب النتورك والانترنت يكون اكسسبل، او ان انا اروح حاجه مثلا زي الاوت لوك واقول لهم والله انا عايز الايميلات بتاعتي كلها تبقى هوستد عندكم بتاعت الشركه وسبسكرايب از اورجنايزيشن عندهم وهم يقدروا يدوني الفيتشر. حتى شباب اشتغل بجيرا مثلا او في سي اونلاين سي ار ام زي مثلا سيلز فورس الحاجات دي. جيرا مثلا ده المفروض ان هو تاسك مانجمنت بالظبط، والفيكتس تراكر وكذا حاجه بيسهل السوفت وير ديفلوبمنت اجايل بيفولو الاجايل ميثودولوجيز، تمام؟ طيب عندهم في تو ابروتشز، يا اما هو يدي لك السوفت وير انت تحطه عندك على سيرفر وانت اللي تبقى مسؤول عنه وانت اللي هتبقى مسؤول عن اللايسنس عدد اليوزرز والادمنستريشن تاسكس دي كلها، او الاوبشن الثاني ان انت تسجل عندهم على الويب سايت بتاعهم ويبقى كل حاجه اكسسبل من خلال الويب سايت اللي هو اتلس، تمام؟ فانت بالتالي انت مش بتهوست اي حاجه، انت مش بتهوست حتى السوفت وير، انت بس حقك ان انت تخش كونفيجر اللايف سايكل مثلا بتاع التيكت المفروض يمشي في الفلور الفلاني، في كاستم اتريبيوتس هحطها على التيكت او على التاسك او على اليوزر ستوري كذا كذا كذا، تمام؟ فانت من حقك بس ان انت تكونفيجر السوفت وير سوليوشن، لكن مش من حقك لا تاكسس تحدد مثلا تزود له رام او تقول مثلا ده انا لا انا هصغر هقلل البروسيسنج باور الالوكيتد عليه، لا مش من حقك كل ده، انت من حقك بس تكستمايز في السوفت وير اللي هو عطولك. وفي نفس يعني مثال سريع برضه في ابلكيشن سي ار ام سوليوشن اسمه اودو، تمام؟ ده برضه في نفس الوقت ده عندك برضه تو ابروتشز، انك ممكن تداونلود السوفت وير وتنستوله عندك، او ان انت تسجل عندهم ككلاود سيرفيس وكل وتحدد الموديولز اللي انت هتستخدمها وحتى تكونفيجر مثلا الانفنتوري، تحدد الفلو بتاع البرودكتس هيمشي ازاي وهكذا، تمام؟ فده اول نقطه بالنسبه للسوفت وير از ا سيرفيس. تاني حاجه في البلاتفورم از ا سيرفيس، انت من حقك بس تديبلوي السوفت وير بتاعك، انت عملت ابلكيشن سواء بجافا دوت نت وات ايفر بتعمل له باكج وار مثلا لو هو جافا وتبعته او تعمل له ابلود على الانترفيس
الانترفيس بتاع السيرفيس بروفايدر وهو بيعمل له ديبلوي على على الابلكيشن او على البلاتفورم بتاعه. مثال على كده كان جوجل من فتره طويله قبل ما يروحوا للانفراستراكشر از سيرفيس كانوا عاملين جوجل كومبيوت وده كان بلاتفورم از سيرفيس. انت من حقك ان انت هتكتب مثلا جافا سوفت وير جافا ابلكيشن فانت هتكتبه طبقا للستاندرز بتاعتهم وفي الاخر هتجهز الجار او الوار وتعمله ابلود. جوجل طبعا هتفيريفاي ان الوار اللي انت بتعمله ده بيفولو الستاندرز بتاعت البلاتفورم وبعد كده يأكسبت ويعمله ديبلوي. برضه لكن لا عندك اكسس على الانفراستراكشر ولا على السيرفر ولا على الكونفيجريشن العامه زي الميموري والبروسيسنج باور والكلام ده كله. انت برضه في الاخر بتحمل سوفت من جار او وار او وات ايفر الحاجات دي وهتحملها على البلاتفورم وهو هيتولى مسؤوليه كلها. بس انت من حقك ان انت تكستمايز البلاتفورم اللي انت عايزه، عايز ويندوز ولا عايز لينكس ولا لا لا ده مش اوبريتنج سيستم. في فرق في الاو اس والبلاتفورم. البلاتفورم انت بتدخل على صفحه في جوجل، انا للاسف يعني ايه يعني ما قدرتش اوصل سكرين شوتس مثلا للكلاود سوليوشن الاكيد بتاع جوجل، بس اظن في جزء منه موجود كده. حتى يعني في بعض السيرفيسز في اي دبليو اس تصنف از بلاتفورم از سيرفيس تمام. وفي بعض بس مع بيدي لك فيتشر بما ان هو الاساس بتاع انفراستراكشر بيديك فيتشر ان انت تقدر تخش في الانفراستراكشر ليفل وتغير فيه تمام. لكن اللي انت بتقول عليه ده الاوبريتنج سيستم فده حاجه ثانيه. طب الويند سيستم ده الكستمايزيشن بتاعه يعني مصمم تحت البلاتفورم ولا لا؟ لا لا انت وصلت كده لمرحله الانستنس او الويب فيرجوال ماشين او فانت كده وصلت كده للانفراستراكشر تمام. ففي الانفراستراكشر انت معاك فعلا ان انت تختار نوع الاوبريتنج سيستم والفيرجن باي ديفولت مثلا هتنستول عليه السوفت وير بتاعك ويديك اكسس انك تنستول كل السوفت وير اللي انت محتاجه. ده زي السعر ان كده اونلاين لما عاوز اعمل عليه كستمايزيشن. نعم ده زي السعر ان لما يكون شغال عليه كده. لا السي ار ام برضه يصنف كسوفت وير از سيرفيس اشتغل عليه كستمايزيشن مثلا. ايوه بص لو رجعنا تاني هنا هتلاقي الكونسيومر از تو يوز ذا بروفايدرز ابلكيشن رانينج اون ذا انفراستراكشر. ده يعتبر انت بتستخدم السي ار ام ولكن بتعمل كستمايزيشن عشان خلينا نقول زي جوجل ميل. يعني جوجل ميل عامله سيرفيس دي للشركات ان الشركه تريجستر عندها الدومين بتاعها بس ده سوفت وير ده سيرفيس. والسي ار ام برضه زي سيلز فورس او حتى سيجل كل الشركات دي زي ما قلنا جيرا كل الشركات دي عندها ان هو يديلك سوفت وير وهيحاسبك بقى اللايسنس على البتران الابلكيشن على كام بروسيسور و او باليوزر او احتمال باليوزر يعني او باليوزر كل شركه ليها برايسنج موديل بتاعها. او الحل التاني ان انت بتروح للكلاود بتاعهم فكل حاجه بتبقى عندهم حتى الانستليشن بتاع السوفت وير نفسه بيكون عندهم على السيرفرات بتاعتهم وانت من حقك بس ان انت تكستمايز. طب لو في ديبلوي زي مثلا شيل بوينت اون لاين ولا انت بتديبلوي كاستم تول وبعدين تعمل ديبلوي. طيب ده في الحاله دي يعتبر يصنف بلاتفورم از سيرفيس. بس انت في الحاله دي انت جهزت الكومبايل فيرجن بتاعك وتديه له هو يعمل له رد تمام. فده كده بلاتفورم از سيرفيس. بس انت ما عندكش اكسس على اي حاجه ثانيه، ما عندكش اكسس على لا ستورج ولا اي حاجه. حتى لما تيجي تتراكت مثلا مع داتا بيز او مع تريد فايل من الديسك هتحتاج انك تنتجريت من خلال الاي بي ايز اللي هو عاوزه. طب بالنسبه بس لحته السكيورتي والفلوسابيلتي ما بين ال دي هنجيلها في نقطه لوحدها هنتكلم فيها بس الشيرد ريسبونسبيلتي ما بين اليوزر وما بين البروفايدر. طيب في حاله الانفراستراكشر از ا سيرفيس هتلاقي ان البروفايدر بيدي اليوزر البروسيسنج باور ستورج نتورك
كل الحاجات اللي هو محتاجها عشان يبقى كان عنده فيرتشوال داتا سنتر. تمام؟ انت زي بالظبط لما يكون عندك داتا سنتر عندك في سواء مؤسسه شركه بنك او جهه حكوميه لازم بتشتري الفيزيكال سيرفرز السويتشات النتورك كيبلز بتسيت اب الكونكتيفيتي ما بين السيرفرز وبعضها. تمام؟ وفي نفس الوقت محتاج انك تكونفيجر النتورك. كل الكلام ده مسؤوليه الانفراستراكشر از سيرفيس هو وفر عليك الجزء ده كله. بمعنى ان انت هيديلك بس كانك تخيل ان انت خلاص عديت كل المراحل دي والانفراستراكشر عندك جاهز مجرد فاضل ان انت تبدا تكونفيجر بس في النونت زي مثلا انك تكونفيجر النتورك بتاعتك السبنت الرينجات بتاعتها هتبقى عامله ازاي اللي هتحتاج كام انستنس او كام فيرتشوال ماشين عشان تقوم عليها الابلكيشن ادي جزء من الابلكيشن او ادي جزء من النتورك هيبقى بابليكلي اكسسبل من الانترنت وفي فور سكيورتي ريزونز مثلا انت عايز بعض جزء من الابلكيشن بتاعك لو هو مالتي تير عندك فرونت اند بزنس لاير داتا بيس فانت في الحاله دي هو الفرونت اند بس هو المفروض يكون بابليكلي اكسسبل. لو انت خليتها كلها بابليكلي اكسسبل حتى الداتا بيس فكده في سكيورتي ريسك عالي جدا ان لو في اي حد قدر يوصل للداتا بيس فكده الشركه هتكون في مشكله كبيره. تمام؟ فكل ده بتبقى مسؤوليه الاركتكت اللي هيشتغل على الاي دبليو اس فريم ورك عشان يقدر يحقق السكيورتي. في طبعا كذا حاجه المفروض اي دبليو اس حاطه ستاندرز لكل حاجه عشان توبتمايز الكوست عشان تحقق السكيورتي عشان تحقق الاوتو سكيلينج كل الحاجات دي اي دبليو اس حطها وكل البروفايدرز حطتها. حتى الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها في الاي دبليو اس النهارده هتلاقي نفس الترمينولوجيز المستخدمه في اسيوب. يعني هتلاقي دايما هتلاقي في مقارنات ما بين البلاتفورمز وبعضها تلاقي نفس الفيتشرز كستورج هنا شبيهه جدا بيها. تمام؟ زي ما احنا شايفين برضو هنا الاندرلاين كلاود انفراستراكشر اليوزر ملوش اكسس عليه يعني ملوش اكسس على الفيزيكال سيرفر ما ينفعش مثلا يروح المنشاه ويقول انا ليا سيرفر هنا انا عايز اخش اشوفه. الشباب ده ما ينفعش. تمام؟ في طبعا فيتشرز مثلا عندهم ان انت بيحط لك حاجه زي ديديكيتد سيرفر. معظم الانفراستراكشر از سيرفيس قايم على الفيرشواليزيشن انت بتاخد فيرشوال ماشين. تمام؟ ولكن for some business needs انت ممكن تبقى عندك مثلا restrictions مثلا من جهات حكوميه هنا ان انت لازم ما تشتغلش على حاجه شيرت او على virtual machine لازم تشتغل على dedicated server خاص بيك كمؤسسه مثلا موظفه بنوك حاجه زي سما ممكن تحط قيود على المؤسسات البنكيه على حاجه زي كده. ففي الحاله دي ممكن تطلب حاجه اسمها dedicated server. dedicated server بيتحدد لك سيرفر خاص بيك بس برضه جوه الانفراستراكشر بتاع الاي دبليو اس. تمام؟ دي المودلز اللي احنا اتكلمنا عليها. في حاله التراديشنال اي تي بيبقى مسؤوليه اليوزر او مسؤوليه الشركه كل الليفلز دي من اول النتورك لغايه الابلكيشن مسؤوليتك انك تسيت اب النتورك والستورج السيرفر الفيرشواليزيشن هيتم ازاي الاوبريتنج سيستم تمنتين الاوبريتنج سيستم الابديتس الميدل وير زي مثلا جافا ران تايم الحاجات دي كل الداتا كل الحاجات دي مسؤوليه اليوزر او مسؤوليه الشركه. طيب لما بنروح للانفراستراكشر بنلاقي ان البروفايدر بيشيل الريسبونسبيلتي بتاعت الجزئيه دي بتكون مثلا في حاجه شيرت زي الاوبريتنج سيستم ان انت بتبقى مسؤوليتك انت ان انت تعمله ابديت. لو في مثلا سكيورتي باتشز انت مسؤوليتك ان انت تعمل لها ابلاي على السيرفر اللي انت اللي شغال عليه. تمام؟ فانت كده بتبقى مسؤوليتك تخيل انت عندك اشتغل تاني معظمنا اشتغل بالفيرشوال ماشين سواء عنده او على الشركه بيطلب مثلا من الاي تي ديبارتمنت اللي هو يديله اكسس على الفيرشوال ماشين. فبالتالي بيخش ويبدا ينستول الميدل وير زي جافا ران تايم مثلا ويبدا يحط التوم كات لو هو بيشتغل جافا او يحط اباتشي لو بيشتغل بي اتش بي وبعد كده يقدر يحط الكود بتاعه او الابلكيشن. في حاله البلاتفورم از سيرفيس الميدل وير حتى انا ماليش اساس عليه حاجه زي جافا ران تايم انا ماليش اساس عليه حاجه زي جوجل كومبيوت اللي هو المزيد كان
يديلك حتى الجافا اللي انت الجافا ابلكيشن لازم يفولو ستاندرد، مش الستاندرد بتاع الجافا او الجافا سي، لا يفولو الستاندرد بتاع جوجل بلاتفورم. انا بس الفيرجن بتاع الجافا بس لو انا عشان جافا يعني مثلا هديلك مثال، هديلك معلش اسف المره دي مثال، يعني مثلا كان حاطط ليميتيشنز على الثريدز، ما تقدرش تعمل ثريدز بعدد معين، لان يعني انت لو بترن نفس الابلكيشن على الماشين بتاعتك هتلاقي ان انت تقدر، مفيش اي ريستريكشن. حاجه ثانيه مثلا ان انت تاكسس السيستم انفورميشن او توفررايد السيستم انفورميشن ممكن عن طريق جافا ابلكيشن، لو انت اعطيته البريفليج دي على الاوبريتنج سيستم هتقدر تعمل الفانكشنز دي. لكن جوجل مثلا كان بيرستريكت الباكجز كامله ما تقدرش تعملها اكسس، ما تقدرش تستخدمها في الكود بتاعك. انا كنت بتكلم مثلا الفيرجن بتاع جافا ابلكيشن اللي لو انا مثلا عندي داتا بيز، النوع الداتا بيز او الفيرجن بتاع الداتا بيز مثلا كان بتضطر تستخدم حاجه اسمها داتا ستور. داتا ستور هو اللي بتقول له خزن الايتم ده، لكن ما تعرفش هو بيخزنه ازاي، بتقول له ريتريف الايتم الاي دي بتاعه كذا، تمام؟ انت ما تعرفش هو مخزنه ازاي عشان يجيله ازاي، بس هو بيجيبه لك بيعمل من خلال اي ايز، تمام؟ فده كده از بلاتفورم انت مالكش اكسس على بعض الفيتشرز اللي انت في العادي سواء انفراستراكشر او تراديشنال ليك اكسس عليها. طيب محتاج ان انت يكون ليك اكسس على الاي بي ايز، يعني هو في الاخر في الاي بي ايز وانت في الموت بتعمل الاي بي ايز بالظبط. السكيورتي والسكيورتي في الحالات الثلاثه السكيورتي هي شيء كده كده الريسبونسبيلتي بتاعت ما في الحالات الثلاثه هنا الريسبونسبيلتي فولي عمل فولي عمل، تمام؟ فاي واحده من الحاجات دي فيها في شيرد ريسبونسبيلتي ابسولوت، تمام؟ بمعنى ابسط مثال لو انت حاطط باسورد ضعيفه على الادمنستريتور اكونت بتاعك فدي مشكله، مش مشكله البروفايدر، تمام؟ البروفايدر بيدي لك ستاندرز تمشي عليه بيديك ستاندرز بالظبط ستاندرز، بس هو مش بيسجست، بس انت ممكن توفررايد الكلام ده مثلا على معظم البروفايدرز بيركومند الادمنستريتور يوزر ما يستخدمش ما يبقاش مع حد، تمام؟ لما اول ما تريجستر في السيستم لازم تكريت يوزرز ببريفليجز معينه، تمام؟ لكن ما ينفعش تدي اليوزر ده خمس ست الادمنستريتور، تمام؟ طبعا الادمنستريتور يقدر يعمل كل حاجه، لكن عشان انا مثلا ممكن الناس تستسهل انا عايز اخش سيرفر خد اليوزر نيم والباسورد ادخل بيه، لا الصح ان انا اعمل له يوزر عنده بريفليج ان هو ريكوست يوزر ريكوست سيرفر، فبالتالي اقدر اكون امونيتور حتى اليوزر بتاعه ده عمل ايه في الاخر، تمام؟ لكن لو انا عطيت اليوزر نيم والباسورد ده لاي حد ممكن واحد مثلا ثاني يوم يستقيل يبقى معاه ويخش يعني اساسا طبعا في ستاندرز للكوستنج والمونيتورنج للكوست ممكن، بس ممكن في وقت قصير يقوم مثلا سيرفر ضخم جدا تاني في الشركه كتير لو في مشاكل، فعشان كده في حاجه مش يوزر نيم باسورد تو اكسس الابلكيشن ما حدش بيتكلم فيها في ويتش موديل يس، تمام؟ هنا مثلا عنده اكسس ان هو يعمل كل حاجه اكزاكتلي، هو ممكن يعني ايه يمسح سيرفرات بالظبط كده، هنا مثلا لو السوفت وير اس سيرفيس ممكن يخش يدمر الكونفجريشن كلها يمسح كل الداتا، تمام؟ لو هو داخل بالادمن يوزر، تمام؟ فالريسبونسبيلتي بتختلف على حسب هي شيرد ريسبونسبيلتي ولكنها بتختلف على حسب المود، تمام؟ شكرا لك يا نعم سؤال بس بالنسبه للابلكيشن في ريستريكشن يعني مثلا اشتغل مثلا جافا او يعني في تكنولوجيا معينه بحيث ان هتبقى على سيرفر بشكل متاح بتتكلم على انهي بتكلم بشكل عام بالنسبه مثلا للديتا هل مثلا بيسبورت بيج داتا ولا مثلا داتا بشكل معين مثلا ريستريكشن هنا الانفراستراكشر تخيل ان انت عندك انت شغال على الداتا سنتر اللي عندك في الشركه تمام على حسب انت عندك فيرتشوال ماشينز يعني ماشينز فاضيه كبيره انت هتحط عليها اللي انت عايزه، عايز تحط حاجه مثلا ستريم داتا بروسيسنج او بيج داتا هتحط السوفت وير الانفراستراكشر بيكي فبحط اللي انا محتاجه بالظبط اللي انت عايزه تقدر في حاله البلاتفورم مثلا لا انت في بعض السوليوشنز او سيرفيسز في اي دبليو اس اللي هي تصنف ساعتها كبلاتفورم از سيرفيس انت بتستخدم الاي بي ايز برضه اللي هو بيديها لك، تمام؟ يعني مثلا هم عندهم
داتا بيج داتا سوليوشن خاص بيهم انت هتستخدمه، مش هينفع تنستول كاستم سوليوشن انت عامله، تقدر تكونفيجر في السوليوشن اللي هم عاطينه لك. تمام، هنا انت عندك فول اكسس تقدر تعمل كل حاجه. الجزء ده اللي هو الديفرنشيتد هيفي ليفتنج اللي هو الفرق ما بين هنا وهنا، ده طبعا ده جزء يعتبر مش قليل، لو اي حد شاف قبل كده شركه عشان يحول الانفراستراكشر بتاعها عامل ازاي، لا ده ايفورت ضخم جدا عشان تريكوست السيرفر، السيرفر يجي لك مثلا السيرفر اصلا يجي لك في شهر مثلا شهر ونص. تمام، لو انت جاي بمواصفات عاليه عبال ما الشركه زي شركه زي اي ام سي او ديل او وات ايفر تبعت لها السبيسيفيكيشن اللي انت عايزها ويدوا لك الاوفر هيدوا لك بسعر كام وتبعت لهم انفورميشن بيرشيز اوردر وهكذا. السايت دي ممكن تاخد مش اسابيع ولا ايام على الاوتر، ممكن تاخد شهور. تمام، طيب الانسبريشن بتاع الستورج نتورك كل ده حاجات مكرره، كل الناس اللي بتسيت اب انفراستراكشر بتعملها هي هي، فبالتالي ملهاش لازمه ان انت تعملها تاني. ده الفكره في الجزئيه دي، الانفراستراكشر از سيرفيس هو بيوفر عليك الانفراستراكشر، انت مش محتاج تعمله، مش محتاج تهاير نتورك انجينير وستورج انجينير وانفراستراكشر انجينير عشان يعمل سيت اب لكل الكلام ده، كل ده كوست برضه عليك. ده هنا مثال بالظبط، يعني خلينا نشوف بسرعه الفرق ما بين البروسيس في حاله ان انا عايز اخد سيرفر لو انا شغال فور اون بريمس سلايد ثانيه مش عارف اسمع. طيب المفروض دي في حاله الانفراستراكشر از سيرفيس. تمام، انا ببساطه ان انا بطلب بجهز الريكوست من خلال طبعا الويب سايت بتاع السيرفيس بروفايدر، بقول ان انا عايز سيرفر بالمواصفات الفلانيه كبروسيسنج كميموري كاوبريتنج سيستم نوعه ايه، حجم الهارد ديسك اللي هتلاقيه بتاع ايه. تمام، وهنا الانجن بتاع السيرفر البروفايدر هو اللي بيبدا يعمل بروسيسنج للريكوست بتاعي، وفي الاخر الاوتبوت بتاعت البروسيس دي هتكون ان انا عندي اكسس على السيرفر. تمام، يديني اي بي ادرس اقدر ان انا ادخل عليه. تمام، سواء اس اس اتش او ريموت ديسك توب لو ويندوز، فانا عندي فيرتشوال ماشين اقدر اتحكم فيها واقدر اعمل فيها ويندوز. طيب بينما طبعا في الحاله الثانيه لو انا ودي حاله طبعا كلنا شفناها، كلنا اشتغلنا في مؤسسات كبيره، فلو حاله ان انا محتاج سيرفر لازم ارفع ريكوست مانيوال ريكوست او حتى من خلال بورتال او اي حاجه للاي تي ادمنز بيشوفوا هل هو ودي جاستيفيكيشن انا ليه محتاج السيرفر ده، وهل المواصفات اللي انا حاططها بتميت الديماندز او الجاستيفيكيشنز اللي انا حاططها ولا لا، وبالتالي يبداوا مانيوال بروسيس ويشوفوا هل عندهم. طبعا ابقى محظوظ لو الامكانيات اللي انا طالبها موجوده، اما لو مش موجوده فكده دخلنا في كومبليكيتد بروسيس اكبر، ان هو لازم هيريكوست بقى ان هو يكسباند الداتا سنتر بتاعه عن طريق ان هو يجيب سيرفر جديد. لسه طبعا زي ما قلنا هنروح في سايكل ثانيه مع البروفايدر مثلا او اي ام سي او ده، ولما السيرفر يجي هعمل له اتاتشمنت للداتا سنتر بتاعي، وبعدين ابدا البروسيس بقى الريكوست ده وابدا اجهز السيرفر الموجود. لو انا عندي باشمهندس رحت مع انفراستراكشر سيرفيس وخلاص عندهم في الموضوع واتفقت معاهم، وبعدين جاي لي مثلا ابلاينس اي بي ام ولا ابلاينس اوراكل لازم ادخله على الداتا سنتر عندي. تمام، في الوضع زي ده هو اللي بيوفر لي الابلاينس او بيوفر لي السيرفرات دي ولا انا اللي بديها له؟ يعني انا جبت اي ار بي مثلا والاي ار بي معاه يعني سام ابلاينس مثلا، او جبت ميني وير ومعاه اي بي ام مثلا ابلاينس باور ولا ايه؟ هتقولوا ازاي اللي بيشتغل عليه ولا هم ابلاينس ما عادش اسمح لك تجيب ابلاينس. محتاج تفكر مثلا بروجر فيشه. طيب كجهاز يعني لا جهاز هو بص ممكن يعني ممكن تدورهم
بيحتاجوا فيرتشوال ماشينز، مثلا تاخد سناب شوت او تعمل ايمج من الماشين بتاعتك وتبعتها لهم هم يعمل ايه، يحطوها لك از فيرتشوال ماشين. ممكن تعمل انشلايزيشن تمام، ممكن تبعت لهم ستورج ضخمه جدا يحملوه، لكن حاجه هاردوير مفيش اي طريقه. لانه مثلا سان بتتكلم عن البروسيسور بتاعها وهي هو دي حاجه مقفله على بعضها. بس 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 الموفن سوليوشنز دلوقتي ما بقتش تشتغل على على سيرفر معين جاي من شركه معينه. يعني كل الابلكيشن سيرفرز مثلا اللي في ار بي كلها دلوقتي بقت كاستمايز على حسب الهاردوير اللي موجود. في بعض البرودكتس اللي هي اصلا تعتبر هاردوير اصلا، في برودكتس كده تمام. في الحاله دي لا مفيش حل. ما ده برضه من احد الحاجات، لو انت البيزنس بتاعك بيتطلب البرودكت اللي تحت كده ما تقدرش تستغنى عنه خالص، ما ينفعش تروح انفراستراكشر از سيرفيس. في مودلز هايبريد، ان عندك الانفراستراكشر بتاعتك او الداتا سنتر بتاعك وبتعمل زي اكستنشن ليها في الانفراستراكشر از سيرفيس تمام عند امازون تمام، ويبقى التو نتوركس مفتوحين على بعض بحيث ان انت كان انت عندك السيرفرز مثلا الانفراستراكشر بتاعتك ما تقدرش توسع فيها اكتر من كده لاي سبب تمام، بسبب ان البادجتس ما عندكش اكسبكتيشن بالظبط انت محتاج قد ايه. فممكن في الحاله دي ان انت تعمل لينك ما بين الانفراستراكشر بتاعك او الداتا سنتر بتاعك واي دبليو اس تمام. فبالتالي اي سيرفرات جديده انت محتاجها ممكن تقومها على الانفراستراكشر. طبعا مش كل الكيسز بتتطلب هاردوير معين، ممكن تبقى في جزء معين في البيزنس بيتطلب السوليوشن ده. في الحاله دي ممكن تحتفظ على بي اون بريمسز عندك، بينما الحاجات الجينيريك زي مثلا انت حاول دي بتشوف الموظفين والريبورتات بتطلعها عن البرفورمانس بتاعها عن الحاجات دي كلها، ودي دي الماجورتي. لما تيجي تشوف السوليوشنز عامة هتلاقي مثلا 90% مثلا عادي ممكن تبقى انفراستراكشر، وبتلاقي حاجات 10% ده انا شايف انهم في حاجات. بس هنا مثلا اول نقطه البنفتس ليه انا افضل او مش انا ممكن اليوزر يفضل ان هو يروح الانفراستراكشر، تريد كابيتال اكسبنس فور فاليبل اكسبنس. بمعنى ايه؟ ان انا بافويد ان انا احط انفستمنت ضخم جدا، او انا مثلا متخيل ان انا هفتح شركه جديده ستارت اب ف وعندي بادجت معينه تمام؟ فانا لو صرفت معظمها على الانفراستراكشر اللي هي اشتري سيرفر ممكن ما يبقاش عندي بادجت كفايه ان انا اجيب كواليفايد ريسورسز ان هم يقدروا يقوموا الابلكيشن بتاعي، او ان هو مثلا انا عندي ديدلاين مثلا محتاج اطلع خلال شهرين. فبالتالي انا ممكن استغل البوست فرق البوست ده ان انا اجيب ديفلوبرز اكتر يخلصوا لي الشغل، وبالتالي اقدر ادفع بدري. فبالتالي مش محتاج احط جزء كبير من البادجت بتاعتي او من الفلوس اللي معايا في انفراستراكشر ولسه مش هتساعدني دلوقتي، ممكن تساعدني قدام مش هنختلف، ولكن في الوقت الحالي في البدايه ممكن ما اكونش محتاج. طيب ستوب جيسنج كباستي مقصود بيها انا برضه نرجع لنفس المثال بتاع الستارت اب، انا في البدايه انا مش عارف الكباستي اللي انا محتاجها قد ايه بالظبط، انا باكسبكت تمام. طيب لو انا رحت الانفرا ان انا هجيب الانفراستراكشر واستبلش الداتا سنتر بتاعي، طيب ممكن ابدا بداتا سنتر صغير بس الاقي الديماند عالي جدا على الابلكيشن بتاعي، فالاقي ان الداتا سنتر ما اسعفنيش، او ممكن في يعني اول اجيب سيرفر ضخم جدا بتكلفه عاليه جدا، والاقي ان لما اجي انزل الماركت الاقي لا الوضع مش زي ما انا كنت متخيل، فانا لا الاكسبكتد الكاستمرز بتوعي هيبقوا اقل بكتير من اللي انا كنت عامل عليه التوقعات بتاعتي. فبالتالي هنا في جيسنج، انا مش عارف بالظبط ماشي، في دراسه طبعا بتتعمل وكل حاجه، ولكن في برضه نسبه مخاطره ان انا مش متاكد من الاكشوال هيبقى قد ايه المره اللي انا متخطط. increase speed and agility مقصود بيها ان انا اقدر طبعا يعني اغير السبيسيفيكيشن او اغير حجم الانفراستراكشر بتاعي على حسب عدد اليوزرز اللي هيدخلوا على السيستم بتاعي، او على حسب اللود، او اقدر ان انا السيستم بتاعي يكون flexible مع اللود الاكسبكتد. طيب طبعا اي running سنتر ليه كوست
سواء مهندسين او في سكيورتي ان انا امن الداتا سنتر. ففي بوست لاي رانينج داتا سنتر بنوم مؤسسات لازم طبعا يسكيور الداتا سنتر، لازم يكون في متاكد ان في مولدات في حاله القطاع الكهرباء، الكلام ده كله طبعا في بوست. فبالتالي انا لو وقت الانفراستراكشر از سيرفيس برضه انا هقول ان انا وده مش معناه ان الانفراستراكشر از سيرفيس ملهاش لازمه تمام. بعض اليوز كيسز يعني او مثلا حاجه زي ناخد على سبيل المثال فيسبوك بدا على او كمبيوتر ما كانش عنده السيرفرات بتاعته تمام، ولكن مع الوقت ممكن لما انت بتلاقي ان انت حجم الشركه بتاعك كبر جدا وبقى عندك الامكانيه ان انت تشتري سيرفرات، فاحتمال ان الكوست هيبقى اقل من الانفراستراكشر از سيرفيس تمام. فهو تريد اوف يعني لازم تعمل تبني دراسه حقيقيه عشان تشوف تكاليف لو انت عندك راننج داتا سنتر، هل انت هتوفر فعلا لو انت توجهت للانفراستراكشر از سيرفيس ولا لا. وزي اللي حضرتك شو سأل عليها مثلا لو انا عندي جزء من البيزنس بتاعي هو قايم على هاردوير معين ودي كيسز نادره، فهل انا برضو احتاج ان انا اتوجه بالكامل للانفراستراكشر از سيرفيس ولا لازم اضطر ان انا اخليه في داتا سنتر زي ما هو. دو جلوبال امينتس فيها ان انا زي ما اتكلمنا عن السايكل في ان انا اشتري سيرفر جديد واول انفراستراكشر، ده ممكن ياخد وقت، في حين ان انا هنا لو بستخدم اي انفراستراكشر از سيرفيس سوليوشن ممكن ان انا يعني خلال دقائق اول السيرفر واعمل ديبلوي. ما هنشوف هي ان شاء الله يكون في وقت ان احنا نشوف الكلام ده اكاديمي. هنا في بعض الحالات اللي احنا بيفضل فيها او ممكن تكون الانفراستراكشر از سيرفيس فعلا مفيده ليها، زي مثلا الريسيرش بروجكت. هو بروجكت هيحتاج مثلا وقت معين لفتره قليله هرن فيها اللوجيك بتاعي وبعد كده خلاص انا وقت اول ما اخد النتائج بتاعتي خلاص، زي مثلا حاجات متعلقه بالدي ان ايه، عندي دي ان ايه داتا معموله هعمل لها اناليسيس مره واحده هاخد الريزلتس وخلاص. فايه الفايده ان انا اشتري سيرفر ضخم وفي الاخر مش هعمل بيه حاجه، مجرد ناخد الريزلتس خلاص. ناخد سبيل على سبيل المثال برضو من الكيسز اللي ممكن بعض الناس تكون حاسسها، وانا بصراحه حسيتها قبل كده، حاجه مثلا زي الويب سايت بتاع الحج. اي حاجه طبعا وقت التسجيل ده بيبقى زي مثلا الاي بي ادرس ده بيتسرب كده يعني ايه زي بيتسرب من كنترول. سيرفرات معينه ممكن تكون تشتغل احسن من الثانيه لان هم عندهم انفراستراكشر مش قادر يستوعب اللود المهمول اللي جاي على الويب سايت في توقيت معين، في حين ان هو لو مثلا اتجه لانفراستراكشر از سيرفيس ممكن بسهوله جدا يسكيل اب اند داون، فبالتالي الويب سايت بتاعه يفضل دايما اب ويقدر يحقق الافيلابيلتي اللي هو عايزها، والاند يوزرز مش هيعانوا من المعاناه اللي احنا بنشوفها كل سنه تمام. فهو برضه هيقوم السيرفرز دي لفتره معينه يومين او ثلاثه بتوع الحجز، بعد كده يقدر يترمينيه بسهوله، فبالتالي برضه هيتجنب التكاليف المهوله بتاعت الانفراستراكشر اللي هو جابها والمنتنس بتاعها تمام، لان هو برضه محتاج لو هو عنده داتا سنتر فلازم طبعا يمنتين الكلام ده من خلال الانجنييرز اللي هيجيبهم او يسكيور الكلام ده من خلال السكيورتي. طب امازون ليها داتا سنتر كاندلايزيشن ما ينفعش الحاجات تطلع هي مالهاش لسه مش عارف هتقولها لسه هتقولها لسه مش حاجه يعني لوكال بس مش عارف. حتى يعني لو فتحت في البحرين هنا مثلا البيت المعتاد اللي هو ما زال اصلا انك تطلع بره الكلاود هو يعني في ناس شغاله هناك از كلاود بروفايدر زي اس تي سي اس تي سي بس هو بصراحه انا اشتغلت على الكلاود بتاع اس تي سي يعني فرق كبير فرق كبير مع احترامي لو في حد هنا شغال اس تي سي انا اشتغلت بشرب مش انت اس تي سي تعبان انا اعرف واحد هو كان لاقي مشكله على الكلاود بتاع اس تي سي هو للاسف نسيت الباسورد بتاعه بس خلاص يعني هو الحل الوحيد ان هو يترمينيت الانستنس كل اللي عليها وما مالوش حاجه هو مش حتى الكول سنتر مش قادرين يدوا اي حاجه دي. بس هو لو ايه ده بيسمع انا فتحت هنا لا هتبقى بالظبط بتسحب كتير هتسحب كتير يعني هو كان في نقطه واحده شفتها في ايزور ممكن ايزور فيها جزء ان انت ممكن تبوست او
تروح للداتا سنتر مثلا في تشاينا جافرمنت او جيرماني اتوقع جافرمنت تحس ان هي زي كلوز. انا ما قريتش عنها الصراحه بس شفت. بص يعني برضه هي بيس عندها حاجه شكلها بس بس دي مش من حق اي حد ان هو يجيبها يعني. لازم يكون الاكونت متسجل از امريكان اورجانيزيشن او يعني حاجه متعلقه بالحكومه الامريكيه، فبالتالي يقدر يدوي الانستنس بتاعته على الانفرا. هو مقسمها حاجه اسمها ريجنز، تمام؟ في ريجنز وكل ريجن فيها حاجه اسمها افيلابيلتي زون. الافيلابيلتي زون اللي هي الداتا سنتر، اوكي؟ كل ريجن فيها اثنين او ثلاثه، اثنين على الاقل بتقدير، او ثلاثه داتا سنتر، ففي ريجون خاصه بالحكومه الامريكيه. بس ده زي ما قلت لك بس في امريكا، ما اظنش ان هو عندهم حاجه زي كده في اي دوله ثانيه. مساله الدي ار والدي ار في دي ار وهو حاطط يعني هو المين داتا سنتر هيكون على الاي ام اس ولا عندي دي ار؟ اه بطريقه زي ما قلت لك، ما ده زي ما انت بتكستند الداتا سنتر بتاعك، سواء بتخليه هو المين انت ستيت او انت مين هو ستيت. لو بتحط بقى الاركتكشر اللي انت هتحطه ازاي وهتكونفجر ازاي. لو هيشبك معايا الاي بيز وهيشبك معايا الدنيا عادي. كل حاجه مكان في بي بي ان خاص بيهم. اه في بي بي ان سوليوشنز وفي بس برضه لو انت في نفس البلد ومش السيرفيس اللي انا هقولها دي مش موجوده في كل الريجنز للاسف، ان انت تبقى عندك فيزيكال لاين بين الداتا سنتر بتاعك وبين الداتا سنتر بتاعك. في فيزيكال كونكتيفيتي مش خلال مش تقول الانترنت عندي. فرق الباندلز عليهم كده. فرق الباندلز طبعا لو انت محتاج باندلز عاليه جدا، وفرق السكيورتي طبعا. انت كونك بتروح يعني زي حاجه زي برايفت نتورك غير لما تطلع عربي. لازم يديلك بروفيشن الدوله لو انت فيه اصلا. اي ما عشان كده بقول لك هو ده مرتبط بالدوله نفسها، يعني الفيتشر دي مش موجوده في كل دوله. زي مثلا ضمن الحاجات اللي موجوده بس في امريكا، مش عارف ده قالوها برده في حاجات ثانيه ولا لا. عندهم مثلا لو انت عايز تمايجريت الداتا بتاعتك، يعني طبعا احيانا الابلود مش بيبقى هو الحل. انت عندك كميه داتا مثلا كذا تيرا، فبالتالي انت عشان تعمل ابلود ثرو انترنت طبعا دي يعني مهزله. فبالتالي في عندهم سوليوشنز للداتا مايجريشن، بيبعت لك فيزيكال ديفايس تمام وبتنقل عليه الداتا وهو بعد كده تبعته لهم تاني. ده لو جيت تحسبها ممكن تلاقي اسرع من الابلود تايم على حد على حسب حجم الداتا. في بقى عندهم برضه يعني ده بقى المؤسسات الاكبر احجام عدد تيرا بايتس اكبر بكتير، عندهم زي عربيه لها بتروح عند الداتا سنتر ويوصلوا الكيبلز ويبقى دي موجوده بس ده لايك برضه من كلاود برضه. نعم. لعيب الكلاود اللي هو الحاجات بتاعتي مش عامل ايه؟ يعني بص اقول لك حاجه، يعني في بعض الناس برضه بتتكلم على الافيلابيلتي، ممكن مثلا لو الداتا سنتر بتاعك ممكن يقع بسبب ما، تمام؟ بس لو جيت تشوف هو الداتا سنتر بتاعتك انت نفسها هتقع، تمام؟ فهو بيحقق لك ديورابيلتي وافيلابيلتي، هو عمره ما قال ان هي 100%. تمام؟ ولكن هو بيحقق لك خلال الستاندرز اللي هو بيعملها، وانت برضه بيدي لك فيتشرز مثلا ان انت بدل ما تقوم انستنس في داتا سنتر واحد، لا تقدر تقوم الابلكيشن بتاعك في اكتر من داتا سنتر جوه نفس المنطقه جوه نفس الريجن. ونفترض مثلا انت هتشتغل في الريجن بتاعت مثلا في عندهم كذا ديبارتمنت، تمام؟ انت عارف ان الداتا سنتر في الريجن بتاع المنطقه انت عندك اكتر من داتا سنتر زي ما قلنا على حاجه اسمها افيلابيلتي زونز، تمام؟ فانت من مصلحتك ان انت الداتا بيس بتاعتك او الانستنس بتاعتك او اللود بالانسر بتاعك بيكون بيدايركت اللود على اكتر من سيرفر، بحيث ان لو في احتماليه ان الداتا سنتر يقع يبقى عندك التاني شغال. وطبعا في يعني في الموضوع كبير في كل الكيسز اللي انت بتتخيلها. كمان على الداتا كمان فعلا قصدي كمان الداتا بتاعتك اصلا سهل ده حد يوصل لها مثلا. لا يعني بص من ضمن الشيرد ريسبونسبيلتي مثلا ان حتى الهارد درايفز الدستور عليها هو مسؤوليته ان هو يتخلص منها بطريقه، يعني طبعا كل حاجه ليها لايف سايكل معينه، فلما تنتهي اللايف سايكل بتاعتها المفروض ان هو بيرجلسها هارد درايفز ثانيه،
خصوصا الاس اس دي بالظبط. هو مسؤوليته ان هو يتخلص منها بطريقه بحيث ان المستحيل اي حد يريكفر منها اي دي. دي مسؤوليه واقعه على اي حاجه متعلقه بالهاردوير والسكيورتي بتاعها، دي مسؤوليه الاي او اس. تمام، انت بس انت في نفس الوقت مسؤوليتك ان انت تنكريبت الداتا مثلا، عشان لو حد لسبب ما قدر ياخد اكسس بسبب مثلا مشكله مثلا في اليوزر نيم والباسوردز اي حاجه من الحاجات دي، ما يقدرش يستغل الداتا. حاجه زي الدروب بوكس في سيرفيس شبيهه، بس هي الدروب بوكس اساسا هي قايمه على سيرفيس في اي دبليو اس اسمها اس اس 3. انا قصدي مثلا ايه اللي هو زي التسريبات اللي بتحصل من جوجل او حاجه كده، بيانات العملاء دي. بس ده مثلا لو انت هقول لك حاجه، ده راجع على حاجتين. يا اما انت في مشكله في الانفراستراكشر ودي صعب جدا، تمام، دي حسب تسريب الانفراستراكشر، او ان انت مثلا حد قدر ياخد اكسس على الداتا بيز بتاعتك، دي مشكله. ليه ما فيسبوك ما فيسبوك اتسرب مليون اكونت يعني؟ بص انا مش عارف تفاصيل الناحيه التكنيك كده، مش عارف ايه اللي حصل. انا اقصد يعني انت ليه محمل المشكله على اليوزر او على الشركه؟ بس هو سوفيدا برضه ربما يكون على المشكله. فيسبوك هو بروفايدر نفسه. لا مش بروفايدر، ما قصدي ممكن حد من الشركه نفسها يبيع المعلومات اصلا اللي هي موجوده عنده اصلا، اللي لها مصنع حتى الانجنييرز بتوع اي دبليو اس يعني هذا الستاندرد اللي هم حاطينه، هم ما لهمش اكسس على ال 24 ماشين زي ما انت بتقول اصلا. يعني مفيش يوزر او اي انجنيير من اي دبليو اس يقدر ياكسس عنده زي كده ادمن يوزر نيم او باسورد يخش على ال 24 ماشين بتاعها، دي ما ينفعش اصلا. ساعات بتحصل مشاكل مثلا زي مشكله ايجيبت كده من كام سنه كده، ايجيبت كلها مستوى عامل عارف مثلا حوالي ساعه مثلا. حتى ايه ده الجسم حصل مشكله بس من فتره طويله. فاللي هو ايه مثلا قاعدين مش عارفين المشكله فين، الدنيا واقعه في فواتير بتضيع او في حاجات كده مش عارفين المشكله فين. اول ما رجعت يا جدعان في ايه ده، كان في مشكله على المستوى العالي مثلا. دي بتحصل حتى هنا الشهر اللي فات، اس بي سي واحد هتلاقي مثلا بيطلع لك ساعه كل فتره، فانت ساعه كل مثلا كل سنه مثلا. انا وانا لو هي في الرينج ده وهو فعلا اللي هو لو قال لك 100% يبقى كده، ما حدش بيسمع يقول لك 3 ساعات انت نفسك 3 و10 و3 كده بس ساعات واحد. في مثلا في حاجه زي الاس 3 دي اللي هي الستورج سيرفيس بتاعت اي دبليو اس، بيحقق لك الافيلابيلتي ان هو انت ما تفقدش الداتا، وممكن مثلا الديسك اللي انت مسايب عليه الداتا يبقى مرطب. في مشكله ممكن تحصل، بس هو عنده الابيلتي ازاي؟ ان هو بيحقق نسخه مثلا من الداتا بتاعتك على اكتر من سيرفر في اكتر من ريجن او اكتر من ريجن. طيب الانفراستراكشر از سيرفيس كومبوننتس، المفروض ان انت تاخد كومبيوت سوليوشنز او كومبيوت ريسورسز، ستورج ريسورسز، نتورك ريسورسز، ومونيتورنج، تقدر تمونيتور الكلام ده كله. تمام، زي مثلا الكمبيوتنج باور سيرفرز فيرتشوال ماشينز، بالنسبه للستورج الماونتد درايفرز او الاوبجكت ستورج، النتورك طبعا تقدر تمنتين الفاور الفاير وول او الراوتينج ما بين النتوركس وبعضها. طيب والمانجمنت طبعا اللي هو الكونسل، تقدر تمانج الكلام ده كله اي دبليو اس اللي احنا بنتكلم عليها، تقدر تمانج كذا حاجه عن طريق الكونسل اللي هو انترفيس الويب انترفيس، او عن طريق السي ال اي لو انت فاتح كوماند لاين مثلا او كوماند تيرمينال، تقدر من خلال كومنتس معينه تقدر تمنتين برضه الريسورسز بتاعتك، او من خلال اي بي اي لو انت مثلا عامل ابلكيشن هو عايز يحط حاجه في الاستورج او يجيب حاجه في الاستورج، ده من خلال بروجراماتيك اي بي ايز يقدر يمنتين. طيب طبعا انا كنت عملت برزنتيشن برضه هايز مهندسين هنا من فتره طويله يعني من حوالي 3 سنين، هنشوف يعني دي كانت 2015 دي كده توزيعه البروفايدرز انفراستراكشر از سيرفيس. اي دبليو اس طبعا كانت هي الليدر الماركت ليدر من فتره طويله جدا. تمام،
مقارنة بالسنة اللي فاتت 2018 برضو هنلاحظ ان هي تقريبا مفيش اختلاف كبير. لا في بعض البلايرز مثلا اتحركوا في المنطقة دي وجوجل ممكن بدأ ترفع للبلايرز زون، لكن لا يزال البيئة الدراسية تعتبر في ناس اختلفت كتير. اصل بص صعب جدا الكومبيتيشن صعبة جدا وخصوصا البرايسنج طبعا عالي جدا. بص اقول لك انت عشان تنافس فانت على الاقل لازم تكون محقق معظم الفيتشرز اللي موجوده عند المنافسين، في نفس الوقت تقدر تقدم لو انت كمان بارز تقدر تقدم برايسنج احسن. تمام، يكون في ميزه تنافسيه احسن من المنافسين. مثلا هنا بينافسوا بايه؟ هو بس عشان الريليشنز المحطوطه. لكن لو مثلا في برايسنج مفيش اي وجه مقارنه ما بين اس اس سي و لا، هنا البرايسنج اعلى كتير. خلي بالك بس عشان في فيديو بس عشان مثلا لو تتوقع مش عكسها يعني هو الفكره عادي انه في الاخر الموضوع مقصور على وانا اليوم تحفظات على الجهات بتاعت المؤسسات الماليه تحديدا والجهات الحكوميه ما بتطلعش بره، لكن مثلا لو جهات خاصه في ناس شركات كتيره انا اشتغلت مع السنه عملت هوستنج في AWS. تمام، لكن هم حاطين ريستريكشنز على مين الجهات الماليه الشركات الماليه او البنوك عامه والجهات الحكوميه، يعني مش يطلعوا المعلومات بتاعتهم بره. وطبعا الجهات زي الجهات الصحيه برضو اي شركه شغاله في القطاع الصحي المفروض برضو الداتا بتاعت المرضى كلها تبقى هوستنج جوه السعوديه. بس حد عنده غير اس اي بي بس لانه بتقول السوق اللي انت تسمعه. اوراكل مش عارف مش متاكد. اوراكل عنده في اختبارات اس اي بي بس بيعمله. بس ايه اس اي بي بيقدمه هو سوفت وير از سيرفيس مش بيقدمه. يس سوفت وير از سيرفيس. سامبل من السيرفيسز اللي موجوده مش كل السيرفيسز. نبدا بالانفراستراكشر اللي متقسمه هي مكان عندهم اكثر من حوالي حاليا لازم نعرف اكثر من 60 ريجن. تمام، ريجن مثلا زي نقول البحرين دي هيسموها ريجن هيبقى فيها 2 داتا سنترز. تمام، داتا سنترز اللي هي الافيلابيلتي زون. تمام، يعني كل ريجون لازم على الاقل يكون فيها اثنين افيلابيلتي زونز عشان الريكفري لو في اي حاجه يحقق الافيلابيلتي اللي هو بيعلنها سواء ان هي 4 ناينز او 5 ناينز يقدر يحققها لازم يكون في 2 داتا سنترز. الايدج لوكيشن هي حاجه شبيهه شويه بين الافيلابيلتي زون ولكن هي خاصه بالدليفري والستاتيك كونتنتس اكتر، يعني انت مش بتقوم عليها سيرفرات، لا هي بتديليفر بس داتا زي مثلا هتهوست عليها ستاتيك فايلز، تهوست عليها فيديوهات، بيربليكيت الداتا بتاعتك فيها على اساس ان هي تبقى اسرع. لما مثلا تتخيل واحد مثلا في استراليا وواحد في اوروبا هو عامل الابلكيشن بتاعه راننج في الداتا سنترز او الريجنز بتاعت اوروبا، واحد تاني بيخش يحاول يأسس الفيديو معين. تمام، فبدل من الانترنت بالكامل يروح لغايه السيرفر بتاع اوروبا ويحدد يحمل من هناك، لا ممكن عن طريق كونفجريشن معينه تقول ان انا الستاتيك كونتنتس بتاعتي سواء صور او سواء فيديوهات هعمل لها ريبليكيت للاتش لوكيشنز اللي موجوده في كل مكان، فبالتالي اللي في استراليا او اللي في نيوزيلندا او اللي في امريكا يقدر ياكسس الستاتيك كونتنتس من الايدج لوكيشنز اللي موجوده قريبه منه. اشبه فكره السي دي ان مثلا. ايوه بالظبط. الكمبيوت او بمعنى اخر السيرفيس الاساسيه اللي انفراستراكشر سيرفيس اللي هي الكمبيوت ستورج نتوركينج والداتا بيس دي يعني ما تصنفش قوي ان هي انفراستراكشر، ولكن هو في الاخر انت ممكن تقوم اي سي 2 انستنس وتقوم عليها مثلا اي سي 2 داتا بيس. تمام؟
الكمبيوت الاساس بتاعها ايه السيرفيس اسمها اي سي 2 بلاستيك كلاود كمبيوت. الاستورج عندي اس 3 اي بي اس جليشيا دي ارفايفنج داتا بيس اي بي اس دي السيرفرز او الاستورج اللي بيحصل لها اتاتشمنت للسيرفرز. تمام في فرق ما بين الاستورج دي اوبجكت بيست ودي فايل ودي بلوك بيست. تمام بلوك بيست دي زي اللي اتاتشد على اي بي سي مثلا تقدر تسيت اب عليها اوبريتنج سيستم. تمام يعني ال اس 3 تقدر تحط عليها اوبجكتس فايلات از اوبجكتس يعني تعملها ديليت تن فيرجنز بتاعتها وهكذا. طيب النتورك النتوركينج في في دي سي فيرتشوال برايفت كومبيوتر اي ال بي لاستيك لود بالانسرز راوت في دي خاصه بالدومينز تقدر تمكن عليها دومينز تسجل عليها دومين معين وتقول مثلا لو جالي الدومين او الصاب دومين ده وديه على السيرفر الفلاني لو او الصاب دومين بتاع admin dot my website dot com يبقى تروح على السيرفر الفلاني وهكذا. الداتا بيز طبعا في اكتر من نوع من الداتا بيز اللي هي معظمنا يعرفها اللي هي السيكوال داتا بيز اللي هي ال RDS. في نوع سيكوال داتا بيز برضه بروفايدد باي امازون اللي هي اسمها دايناميك دي بي. تمام الاستيك كاش دي برضه اللي هي عشان تقوم داتا بيز اللي هو داتا بيز ريجيت اللي هي خاصه بالداتا ويرهاوس. دي هنا الابلكيشن سيرفيسز دي حاجه انا بقدر استخدمها از سبورتنج سيرفيسز زي مثلا ناخد هنا في اللي هي حاجه اسمها اس كيو اس اس ام اس اس اي اس دي دي سيرفيسز دي دي تصنف از بلاتفورم از سيرفيس ان انت دلوقتي تقدر تتعامل معاها من خلال اي بي ايز. تمام مثلا اس كيو اس هتشتغل ام كيو دي بالظبط هي ام كيو بتاعت الاي دبليو اس. تمام تقدر تحط مسج في كيو وفي عندك ابلكيشن تاني او ايفنت تاني او ليسنر يقدر يقرا الرساله ويقدر يعمل لها تنشيط او ياخد اكشن اعتمادا على الرساله بتاعتها. تمام الاس ام اس دي النوتيفيكيشنز خاصه بالنوتيفيكيشنز بشكل عام ممكن عن طريق فيها الفيتشرز بتاعت الموبايل اللي تبعت نوتيفيكيشنز على الموبايل تبعت نوتيفيكيشنز البوش نوتيفيكيشنز بتاعت الموبايل ابلكيشنز. تمام الاس اي اس خاصه بال البوش نوتيفيكيشن اللي اسمها ايه؟ اس ام اس اس ام اس اس ام اس اس ام اس سيمبل نوتيفيكيشن سيرفيس وسيمبل ايميل سيرفيس سيمبل كيو سيرفيس. الكلاود فرونت اللي هي السي دي ان الكلاود فرونت ان انت تقدر تحط عليها ستاتيك كونتنتس دي طبعا بتتربط مع الاوبشن ستورج يعني في بعض الاوبشنز بتحطها على الستورج اللي هي السيستم. طبعا في حاجات ثانيه ممكن مثلا ستاتيك كونتنت راجع من الابلكيشن نفسه او بيجز مثلا راجع حاططها جوه الابلكيشن نفسه بتقدر تربطها على الكلاود فرونت بحيث ان هي تبقى اسرع في اللودنج شويه. ففي كميه طبعا سيرفيسز كتيره جدا في حاجات الديبلويمنت مانجمنت والاكونت مانجمنت زي مثلا الاي ام اللي هي خاصه باليوزرز والاكسس على الانفراستراكشر اللي انت بتستخدمها والريسورسز كلها اللي انت بتستخدمها. تمام في كلاود فورميشن والجين ستور دي خاصه بالديبلويمنت ودي برضه هنتكلم تحديدا عن الكلاود فورميشن. وفي طبعا مانجمنت كونسول ده اللي احنا قلنا عليه احنا الانترفيس اللي احنا بنتعامل معاه عشان اكسس كل الفيتشرز. انا عشان خاطر اشتري لي سيرفر مثلا لازم احدد كل حاجه انا عاوزها الحاجات دي. لا انت مثلا تخيل انت عايز انت اول حاجه تعملها تدخل تسجل عندهم وتخش تكريت يوزر لو انت اليوزر الوحيد خلاص انت هتخش تسجل باليوزر هتاخد اليوزر نيم والباسورد. تمام تدخل تقدر على طول تقوم بزيرو انسنس. تمام هتاخد الاي بي ادرس تقدر لو هو ويندوز تخش الويندوز توب تخش اسيستنت لو هو لينكس مثلا. تمام مش لازم تعمل طبعا كل ده انت على حسب انت افرض الابلكيشن بتاعك ما فيهوش نوتيفيكيشنز اصلا مش هتستخدم النوتيفيكيشن سيرفيس عامة وهكذا ما فيهوش ايميلات ما فيهوش كيو كل سيرفيس من دي تدفعلها ولا؟ كل سيرفيس من دي ليها البرايسنج بتاعها. تمام فطبعا حاجه مهمه برضو ان اي حد بيستخدم اي سيرفيس من دي لازم طبعا يبقى عارف هو هيحاسب عليها ازاي الاول.
تمام. في حاجه يعني كويسه برضه اي دبليو اس عندها اسمها اي دبليو اس كالكوليتر، تمام. فانت تخش على الكمبيوتر وتقول مثلا انا ده ستاتيك ويب سايت كده بيحسب لك انت لو اخذت السيرفيسز دي انت هتدفع قد كده بس. فده طبعا لحبذا لو قبل ما تستخدم اي سيرفيس تبقى فاهم البرايسنج بتاعها هيبقى ماشي ازاي، وبعد كده تحاول تستيميت الكلام ده على الكالكوليتر بتاع ده بس. بس البوتو سكيلز في جزء اللي هو الفري تير، الفري تير اللي هو عامل زياديك سنه مجانا. الفري تير هل هو مقتصر على سيرفيسز معينه؟ اه طبعا انا جرب سيرفيسز. اه طبعا مش كل السيرفيسز فيها فري تير. في وفي فري تير منقسم لحاجتين، في حاجات فهمت لمده سنه وفي حاجات مفتوحه هي الفري تير على طول. وفي سيرفيسز فري اصلا يعني مش هتدفع عليها، زي مثلا الاي ام اللي هي بتمانج بيها اليوزرز واليوزر نيم والباسوردز بتاع كل واحد والكلام ده. كان العرض بتاع امازون هو $1 شغال من ما هو مش عارف هو بس اي حد مسجل $1 ده فيه ايه بقى؟ ما $1 ده انا هنفتح الصفحه بتاعت الفري تير عشان برضه نحاول نفهم $1 ده هيدي لك ايه. بس على فكره هو $1 وهيرجع لك تاني تمام؟ اه يعني هو بس بيفيريفاي بيقول ريد بس، لكن هو مش عايز يقول حتى اللي هي بلاش. طيب ده الانفراستراكشر او طبعا برضو الشاشه دي انا كنت واخدها برضو من البرزنتيشن القديمه اللي هي تقريبا من سنتين ونص تمام. بس عشان كنت حابب اوريكم الفرق ما بين الانفراستراكشر بتاع اي دبليو اس من سنتين ونص عند دلوقتي في حوالي 33 افيلابيلتي زون متقسمين على 12 ريجون تمام. الريجون اللي هي الدوريه دي كل واحده مخلوق فيها عدد الداتا سنترز اللي جواها سيمي مثلا في 3 داتا سنترز، سنغافورة كان فيها 2، وهكذا الهند ما كانش فيها. دول اللي هو الخمسة اللي هو الدوائر الخضراء دي كان اللي هي الحاجات الاكسبكتد اللي هم هيتعملوا دي تمام. ده بقى الاكشوال دلوقتي في 2018 طبعا تقريبا عدد الداتا سنترز تقريبا ضاعف من 33 وصل ل 60. الريجنز كانت 12 ولا 14 كانت 12 بقى 20 متوقع فعلا ان هم يفتحوا في البحرين بس للاسف افريقيا للاسف ما بدا ما فيهاش ولا داتا سنتر. مش البحرين يعني؟ مش عارف. المفروض في مصر يعني؟ لا بالعكس مصر هي اخر اختيار. مصر يعني احد الحاجات المهمه اللي هيختاروا على اساسها طبعا الاستابيليتي بتاعت الدوله. في نفس الوقت الانفراستراكشر بتاع الدوله هل يعني يستحمل حاجه زي كده ولا لا؟ انت مصر من اسوأ البلاد في الانترنت اساسا، فانت ازاي هتقدرش كمان برضه حق الاستثمار في الدوله برضه لازم يكون 100%. بالظبط مش كل الدول بتسمح كده. بالظبط دي طبعا دي حاجه ثانيه، دي حاجه بوليتكس بقى انا ما اعرفهاش بصراحه. يعني مثلا ممكن لا يعني كان الخيار اعتقد بينهم بين البحرين والامارات، الاثنين قريبين جدا في الانفستمنت والبنك. ده الشيرد ريسبونسبيلتي موديل اللي كنا بنتكلم عليه. في حاجات اي دبليو اس او اي بروفايدر بصوره عامه يعني هيكون مسؤول عنها، وفي حاجات بمعنى لو حابين ناخد كيف اي وقت هو فاضل كام؟ انت مستعجل مستعجل؟ هو صافي ساعه ساعه وشويه. لا هو يعني انت في المحاضره كام طول كطول يعني؟ يعني المفروض حوالي ساعتين تبقى ساعتين ان شاء الله. الشيرد ريسبونسبيلتي موديل هنبين ان في بعض الحاجات المسؤول عنها اي دبليو اس، وفي المقابل برضه الكاستمر مسؤول عن حاجه. الكاستمر داتا هنلاقي كذا حاجه مثلا زي الانكريبشن. الانكريبشن ده مسؤوليه اليوزر، هو مسؤوليته ان هو ينكريبت الداتا بتاعته تمام. اما لو انت حطيتها ان انكريبتد وبعد كده لسبب ما حصل اكسس على الداتا بتاعتك مشكلة، فانت من احد طبعا يعني عندهم حاجه اسمها ويل اركتكشر بيلرز او في كذا دوكيمنت عندهم. يعني المفروض طبعا اللي هيبدا يدخل في اي دبليو اس المفروض انا ريكومند ان هو يقراهم، لان هو هيشرح له بالظبط عشان يحقق اركتكشر امن ويقدر يتحكم فيه ويقدر يتحكم ويمونيتور الكوست بتاعه افضل طرق التحليل.
من ضمن الحاجات اللي هي الريسبونسبيلتي بتاع الاي دبليو اس اللي هي الانفراستراكشر عامه الداتا سنترز والسكيورتي بتاعها سكيورتي كفيزيكال سكيورتي مثلا لو حصل عمل مثلا تفجير ولا حاجه الداتا سنتر يفضل اب اند راننج لو حصل انقطاع في الكهرباء برضه من ضمن الحاجات اللي هم حاولوا يوجهوا للطاقه النظيفه بحيث ان هي برضه تساعدهم